ملف الشيخ احمد الازرق. هذاك الملف اللي عانى 25 سنه واش احنا نجري في جنبه باش نتحصلوا عليه، واستعملنا كل الطرق، لا المحكمه العسكريه ارادت ان تمدنا بنسخه من الملف، ولا محكمه التعقيب، ولا وزاره العدل. الاستاذ فتحي عبيد امتنع عن تسليم الملف دعايه كونه ما يعرفش عليه وين، وهز طيشه في الثانيه ولا ما نعرفش عليه. بالنسبه للاستاذ محمد النوري لم يمتنع، وفي الفتره الماضيه يوم امس تحديدا مكنني من الاطلاع على الارشيف، وامضيت انا مع مع سيادتكم تقريبا يعني نصف يوم حتى تحصلنا على هذا الملف، وانا اتصور هذه رحمه من عند ربي سبحانه. الحمد لله. وسي عماد، يعني مطلب اعاده النظر واخراج الرفات، يعني عودت كعائلة الشيخ احمد الازرق، عودت قدمتوه توا ليامات على حد علمي. اخر مطلب قدمناه في فيفري يوم على ما اظن اذا كان ما خانتش الذاكره، يوم 19 فيفري 2012 واعلمته مدير ديوان وزير العدل بذلك، وتعهد نظري في الموضوع وتتبع الملف، ووعدني أنه سيتصل بي في خلال أسبوع، ولكنه لم يتصل. ولما طالت المدة ذهبت إلى إدارة إعادة النظر لأبحث عن مسار الملف، أعلموني بأنهم قد حفظوا، حفظ للمرة الرابعة وبدون موجب وبدون سبب.